ماكينات او الات حلاقه نقدر نقولوا هي الافضل في مجالها من شركة سكيمي. الات حلاقه مخصصه للحلاقه بالزيرو، الات حلاقه مخصصه بالتدريج. هذه الاولى هي تاع الزيرو، هذه هنا فيها بشاشه وفيها بدون شاشه، تسمى نقولوا ليكرون. كاينه هذه مخصصه للتدريج تيغرادي، فيها هذه التحفه الرائعه هذه، هذه ممكن نقدروا نقولوا هي الافضل في شركة كيمي. هذه هي الافضل، هذه هي الافضل عندها. هذه تقدر تقول مخصصه للصالونات والمحترفين الحفافين، بصح كاين اللي يستعملها للاستعمال الشخصي. وكاينه هذه ثاني للتدريج، نوعيه رافعه بشاشه. اذا حبيت تحوس على اله حلاقه خير من ربعه هذو، واذا تحوس وحده للتنعيم اللي تنحي لك الزيرو مع البشره تاع مع البشره، كاينه المخصصه للتنعيم، ولكن للزيرو وللتدريج اختار من هذو الاربعه. اذا لقيت صعوبه في شراء الماركات الاوروبيه ولا الامريكيه كما نقولوا وال، هذه تعتبر بديل فعال. دوكا يستعملوها الحفافين ويستعملوها حتى الاشخاص الاستعمال الشخصي وفي المناطق المعزوله، لان هادو كامل قابله لاعاده الشحن، فيهم بطاريه ليثيوم ايون كامل. الاولى 1800 ملي امبير، الثانيه 2200، هادو الصغار 1400. تشحنهم لمده ساعتين حتى 3 سوايع، يجيبوا لك خدمه تاع 180 دقيقه. بالنسبه للحفاف ممكن يجيبوا له نهار، بالنسبه لشخص عادي يقدر يخدم بهم حتى 10 ايام، 10 ايام وتكفيك لا شارج. المحرك تاعهم قوي، الشكل انسيابي. انا تعجبني هذه معدنيه، هذه صلبه جدا، هذه مخصصه للمحترفين، كلش حديد. فيها تدريج، شوف كيف فيها هذه الذراع تاعها، سهل الاستعمال. الشفره مصممه تصميم الاسنان قريبه لبعضها، وزيد ما تاذيش. شوف الانحراف، هذا انحراف باه تجي على البشره وما تقلعش. آلات فيها كل الإمكانيات والأدوات اللي يحتاجها واحد يحلق، كما هذا تاع التدريج. شوف الصوت تاعهم منخفض مقارنة بالوال، والله صوتها عالي جدا. هذه شوف شعلها ما ديرش الاهتزاز، الصوت تاعها منخفض. لا لكن كي تشعلها لازم تحميها من السقوط ثاني. هذه الجهة السفلية تاعها بلاستيكية، الشفرة تاعها مليحة بزاف. شوف كيف رطبة، شوف راني حاط يدي ما تأثرش، حتى الموتور قوي. نفس الشيء هذه شوف الانسيابيه تاع الجسم تاعها، حتى تقول ماشي صيني. هذه بديل فعال. هذه الشاشه تاعها نشعلوها ونشوفوا، تقريبا نفس الموتور، ما مش بعيد بزاف. التشغيل طبعا ثاني بزر واحد، الصوت تاعها منخفض. هذه ما فيهاش الاهتزاز نهائيا، شوف تقدر تتحكم في المشط، تطلع وتهبط، تنحي الزيرو. بصح الاحسن الزيرو، احسن الزيرو تستعمل الصغار. هادو معروفين، هادو دمدين شهره كبيره في السوق، ناجحين بزاف. هادو كاينه اللي فيها شاشه، كاينه اللي ما فيهاش. هذه تنحي الزيرو وتنحي الواحد والاثنين والثلاثة مليمتر، لكن لازم تستعمل الامشاط، يجيو معها الامشاط. نفس الشيء هذه ما كانش اختلاف، نفسها الاختلاف في الشاشه فقط. هادو هما الامشاط اللي يجيو معها في الصغار، هادو الواحد واثنين وثلاثه، وهادو اللي يجيو في الكبار. الشحن بالكابل من لباطه تاع التليفون، نفس الشيء هذه كامل يشحنوا كيف كيف من جهه خلفيه. هذا يجي معاه يو اس بي، هذا يجي باللباطة ديريكت مو تايب سي، وهذا كيما الباس تاع بكري. هذه هي الوصلة تاعها. آلات ننصح بهم الجميع، اختار اي آلة، سواء هذه الصفراء ثاني مليحة بزاف، تقدر تستعملها ليك والاولاد في المنزل وحتى الجيران اذا حبيت، واللي يحب يخدم في صالون ثاني هذه مليحة، تقدر تستعملها كإضافة. هذه تعيش لك سنوات، هذه اذا كانت الاستعمال الشخصي راح تعيش لك سنوات. مهم لازم تحميها من السقوط، حط لها الزيت ونظفها ثاني، يجي معها الزيت تاع التشحيم.
والفرشات للتنظيف. كي تعتني بها تعيش لك عدة سنوات. طبعا اللي مهتم التوصيل متوفر. اذا كنت في منطقة معزولة وتسحاج بطارية وممكن ما عندكش وين تشحن، عندنا خزانة طاقة باور بانك يقدر يحكم لك حتى شهر. بالنسبة لهذه عندنا حتى 50 ألف ملي أمبير. كما هذه 2200، 50 ألف تشحنها 10 20 25 مرة. سما راح أجيب لك نص عام. اللي مهتم يتصل، توصل لكل الولايات الجزائرية.